والآن سنكون مع الوثائقي الذي يتحدث عن تأثير ستاند اب كوميدي والتحكم النقدي على صناعة الرأي العام في لبنان. هذا الوثائقي غير مضحك بالمرة. It's an aggressive form of sarcasm and criticism. الأساس هو شخص واحد على المسرح ميكرو وبيعمل مونولوج كوميدي بيشوف الأمور تبع المجتمع والأمور اليومية من غير وجهة نظر ما بيشوفها كل المجتمع. عندك مشاكل يومية من عشقة صير من تفكير من مجتمع من كل شيء من الأهل من غير الأهل من الرياضة حتى، فأنت هون لازم توصلي كل المشاكل بطريقة كتير مضحكة وتخلي الناس تضحك على وجع. دايما ما منفوت من جوها الأد كلها عم تضحك بلبنان بتحسون شوي زعليين ونحن بدنا نسألهم ليتضحكون. عهيك خشبة ممكن عالم تسمعي كل الوقت بعدين بناقشوكي بقى بس بتكون وصلت كل الفكرة. انت عم بتخلي العالم هي مبسوطة وهي وعم تضحك عم تفوت على الربادك على unconscious تبعه وتعطيها هول الأفكار. مش بس الستاند اب بيضحك بيضحك وبخليك تفكري بشي. معك حق في رسائل لأنه هو نحن ما عم نعمل كوميدي صراحة، اللي عم نعمله هو ساتاير اسمه، يعني التحكم النقدي الساخر هيك اسمه بالعربي. للأسف الشديد رأي العام ما بيتأثر، رأي العام رأي حجري وما كتير بيتأثر بهيك نوع برامج، ولكن نحن براس الناس فينا نحط whatever. هذه مسؤولية خطيرة. السخرية هي مجرد وسيلة، البوليتيكال ساتاير عابر، إن كنت طائفية أو مش طائفية فيك توصلك النكتة، بيكتعمل تست أمرار للنكتة إذا هذه حتعور حدا حتأذي ردة فعلها كيف حيفهموها غلط ولا لا، تعمل ريسيرش لتعرفي خلفية القصص لحتى تقدر تفهميها أكتر لحتى تقدر ترجميها أحسن وبنفس الوقت حتى تقدر تعطي المعلومة وترفيها بنفس الوقت. information with entertainment infotainment. هو في مشروع تغيير، اكيد بده يكون في مشروع تغيير، ما انت اوريدي عم تطرحي هالمشاكل كرمال انه شوي تغيري تحاولي تغيري، يمكن مش طالع بايدنا نغير بس انه منجرب قد ما فينا. ما في شيء عن جد حقيقي، يعني كلها اشياء سطحيه لحد اليوم. هلا تغيير ما بندعي انه فينا نعمل تغيير، ما حدا بيقدر يعمل تغيير بلبنان لانه نحن بمحل النظام السياسي كتير قاسي، ما بنقدر نغير شيء. الشعب من المسخره لانه وهذه حقيقه مره، لانه انا اذا بيجي بقول لك انه ليك حوقف الفساد ما حفيك تدفعي لواحد مصاري يخلص لك معاملاتك بسرعه حيسكر راسك. في نوع من الثقافه عند الشعب مش عند الزعيم، هذا اللي لازم نحن نعالجه بالاول. تهدف الكوميديا السياسيه الى اصلاح ما افسدته السياسه، فهل هذا يجعل من الكوميدي الناقد سياسي جيد؟ المشكله الاساسيه تبعنا هو انه منخاف من شيء اسمه جديد او من شيء غير. احنا من زمان كنا نسمع البوليتيشنز ونضحك على الستاند اب كوميديانز، اليوم صرنا بنضحك على البوليتيشنز وبنسمع على الستاند اب كوميديانز. وانجزته حولته الى مجلسكم النيابي الكريم. بعده ما وصلش، بعده ما وصل يعني بالطريق على الكوع يمكن عجع على الطريق. يا ريت انه انا عندي طموح سياسي ما بكسف، غيري ما بعرف، وبلبنان صعب حدا يجي من ورا من برات التركيب، يعني هو مجتمع مدني ما عم بيدرس. مش هالقدم هبيل العالم، شو يعني بعدين شو ماريوكا تنزل على الانتخابات؟ ما في ماريوكا. ديرينج فولجر بوبولر، انه انا مش عارف حتى تاخذ سكسس هالقد، حبوا العالم خليناها. مريم كليك بتعرف انه احنا عايشين بنوع من مجتمع، خلينا نقول الكلمة مخبى ورا اصبعه لما اقول خبيث. ما فيك ما عندك حجة والحجة ما بتقلع عجة هلا. لا نحن مش هيك، فدايما في هذا الريجكشن، مش انه شو فينا نعمل احسن. سو لازم تربي جيل معين، اوكي، توحده ثقافيا، تعمل بوب كلتشر معين، ومن هونيك ساعتها بينطلقوا. كيف تتعامل الكوميديا التي تنتقد الرقابة مع الرقابة المفروضة عليها لكي تسمح بوصول الأفكار للناس دون اختزال أو تزييف؟ طب وليه هذه قطعت وهذيك ما قطعت؟ ما أنا بعرف شو لازم ينجمروا وشو ما بيقطع. سنسرشيب منا مشكلة عنا، بيجربوا تما يجيون شكاوى، بس هن ما كتير فرقانة معهم، يعني الأمن العام هن بهمهم أنه ما تخبص. بالنهاية هو الستاند اب بيطلع من المجتمع، إذا هذا المجتمع ما بده يواجه هالمشكلة
كيف انت بدك تيجي تحليها؟ ما هو اساسا ما مش قبلين وجهها. هالموضوع ما عم يقدر ينفتل بالستاند اب انك تيجي تحكي عن جد الكل عنا الله، كله خطوط حمر. ثانك يو جايز، لانه انا قبلكم ما كنت عارف انه عندي اوبشنز، كنت فكر انه هذا الاوبشن الوحيد تبعي. سو وقت سمعتكم عرفت انه انا لا، يمكن انا في فكر هيك او في فكر هيك او بحق لي انه اعمل هيك. لما يجيك كثير فيسبوك مسجز او عالم او تليفونات او ناس على الطرقات ويقولوا لك انه انت اثرت فينا وانت غيرت بمنطقة تفكير او انت، بتحس انه ايه ميشن اكمبليشد. زياد عتيني صحافي سابق مسرحي حاليا، صار معي قصة، صارت قضية رأي عام وقضية بلد بحد ذاته. الواحد بيفقد الأمل، بس بالعكس يمكن هيدي التجربة عطتني هلأ بوش كتير قوي تقدر انقل فعلا معاناة كتير من الناس انظلمت. ما بدنا نخلينا نخاف، ما بدنا نخلينا نتراجع، إذا خلونا نسكت معناتها فعلا فعلا قدروا يربحوا هذه المعركة. هالبلد يا ما في ناس زوين قدمت رقصة متسنين عبد الحليم قدام عفوا كركل سينو نديم حضروا بس قاعدوا يلعبوا بالأوضة مع عبد العزيز الحريري نجل الرئيس الحريري.